بعض عصير الخروب الطبيعي بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض عصير الخروب الطبيعي، هنعمله بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا كوباية خروب مجروش قطع، وكوباية سكر، وتمن كوبايات مية أو لترين مية. يعني كوباية الخروب هتديني لترين عصير. لو عايزين تزودوا الكمية هتضاعفوا المقادير. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. بسم الله. هنزل كوباية السكر في الحلة وعليها كوباية الخروب، وهرفعهم على النار. هقلب السكر مع الخروب لحد ما السكر يتكرمل ويديني اللون اللي انا عايزاه. رفعت الخروب والسكر على النار وبقلب باستمرار، مش بسيبه خالص عشان السكر ما يتحرقش. هفضل اقلب لحد ما السكر يتكرمل ويديني الدرجة اللي انا عايزاها. عايزينه فاتح او غامق انتوا هتتحكموا في اللون. بقلب الخروب مع السكر، اهو ابتدى يتكرمل بس لسه برضو انا عايزه اللون يغمق شويه عشان يبقى لون الخروب اللون البني الحلو اللي احنا بنشتريه من المحلات. بقلب لحد ما يغمق كمان شويه. بصوا عطوني لون الكراميل، بس ما تقلقوش يعني مش هيتحرق منكم ولا هيدي طعم الشياط او طعم محروق في العصير. انا بس بتقل عليه عشان يديني اللون الغامق. حلو خالص اللون ده. هنزل بتمن كوبايات مية او لترين مية. ضفت لترين المية، هسيب الخروب يغلي. لازم اسيبه يغلي مع السكر كويس جدا. خلاص الخروب غلى كويس، انا سبته 5 دقايق يغلي على النار. دلوقتي هطفي عليه واسيبه يبرد. اهو يا حبايبي الخروب بعد ما برد هصفيه. اهو يا حبايب قلبي عصير الخروب، بصوا شكله ولونه وطعمه تحفة. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل عصير الخروب الطبيعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.